شوكة الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس إصحاح 15 الرسالة الأولى. الموت شيء محتم على الإنسان من لحظة خطية آدم. وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. فمن تلك اللحظه دخل الموت من خلال ادم واجتاز الى جميع الناس. كما عبر عنها الرسول بولس: من اجل ذلك كانما بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع. مكتوب ايضا وكما وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه منذ ذلك اليوم وملك الاهوال يحصد النفوس وغصه الموت ذاقها كل انسان هذا الموت الذي ارعب الكثيرين والذي يخافه اقوى الرجال لكن جاء الحل من خلال المسيح مكتوب من اجل الم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لاجل كل واحد فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية إن قيامة المسيح أعطتنا الرجاء المبارك إذ لم يعد للمؤمن موتا بل انتقالا أو رقادا لأننا نعلم أنه إن نقد بيت خيمتنا الأرض فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي وهالرسول بُولُس يتكلم عن القيامة الأخيرة هو ذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير فأنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير نسمع دائما هذه الأنشودة ابتلع الموت إلى غلبة وعندما تتغير اجسادنا الى اجساد ممجده لملاقاه الرب نرنم هذه الترنيمه اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هاويه ننهض الى الحياه والخلود والمجد الابدي لنرى صخر الدهور يسوع له المجد كما قال اشعياء النبي يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم عندها نهزأ بالموت إذ فقد شوكته وصولته كما نهزأ بالهاوية لأنها خسرت المعركة أن تبقينا في قبضة سلطانها لم يعد اي تاثير من لسعه الموت لان خطايانا غفرت ولدينون الان على الذين هم في المسيح ونحن مقبولين ومرضيين امام الله وكاملين من خلال عمل يسوع الكفاري ان شوكه الموت هي الخطيه لان اجره الخطيه هي موت وقوه الخطيه هي الناموس لان الناموس يظهر خطيه الانسان بل عجزه ويلفظ حكم الدينونه لاننا لا نستطيع ان نطيع وصايا الله كامله الخطيه تستدعي الدينونه والناموس يلفظها لان من حفظ كل الناموس وانما عثر في واحده فقد صار مجرما في الكل الشوكة هي مثل إبرة العقرب أو نصل الرمح أو المنخاس هي الشوكة التي تسبب الموت لكن المسيح جرد الموت من شوكته وصار لنا الغلبة على الموت والقبر في نبوة هوشع مكتوب من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم أين أوباؤك يا موت اين شوكتك يا هاوية في رسالة غلاطية الاصحاح الثالث مكتوب لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيا ولكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه فالناموس اظهر عجزنا واننا خطاه هالكون لكنه من ناحيه اخرى وجهنا الى المخلص الكامل يسوع لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية الا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي، فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. مكتوب لانه ان كان بخطيه الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالاولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمه وعطيه البر سيملكون في الحياه بالواحد يسوع المسيح فاذا الشوكه هي الخطيه التي فضحها الناموس لقد هزم المسيح الشيطان هزيمه ساحقه عندما قام المسيح من الاموات اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في لحظه القيامه كما يقول الوحي هو ذا السر اقوله لكم لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظه في طرفه عين ومكتوب ايضا اخر عدو يبطل هو الموت عند مجيء المسيح تتغير اجساد المؤمنين الاحياء على الارض دون الموت الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء انه سر اعلن لبولس فاننا نقول لكم هذا بكلمه الرب اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لا نسبق الراقدين اما المسيحيون الاموات فسيقامون ويعطون اجساد جديده نورانيه في لحظه في طرفه عين عند البوق الاخير فإنه سيبوى فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا كما ترى ابتلع الموت أي البطلان النهائي للموت لأنه حاليا مازال يعمل ويحتفظ بشوكته أي الخطية التي تجعل الموت قادر على القتل فالغلبة على الموت هي الغفران الإنتصار على الموت شوكة الموت مثل السم المميت لأنه سواء عليهم الصباح وظل الموت لأنهم يعلمون أهوال ظل الموت اكرر الايه ثانيه في عبرانيين اصحاح اثنين فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه بمجيء المسيح وموته وقيامته جرد الموت من قدرته وابطل فاعليته واعطانا الرجاء المبارك والتحرير الكامل من سلطان الموت من غصه الموت من صرخه الموت نعم ومن شوكه الموت هللويا مجدا لاسمه